تاخد سابونة؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. ومش نيافتك برضو جاي مع الرحلة اللي جاية من أبراشية أسيوط؟ أبراشية؟ أنا أبراشية. إيه؟ أسيوط. أسيوط أنا أسيوط. أمال فين ولادنا؟ ولادكو؟ الولاد بتوع الرحلة. أيوة. هم جايين في القطر. أصل أنا قلت أجي بالبيجو بدري بقى شوية، يعني أجي بدري كده شوية أقعد بقى براحتي أصلي كده بقى، يعني عارف بقى لما بيجوا بقى دوشتهم بقى ويعملوا دوشة وزيطة ويقعدوا يهللوا يعني كده. بس هما بصراحة ولاد ناس، بس يعني ما تخافش، يعني مش هيكسروا حاجة، يعني مش هيكسروا حاجة. قد سابونا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبي. استغفر الله العظيم يا ابني، ايه في ايه؟ لو سمحت يا ابونا انا عايز اعترف. ايه؟ ابونا متى ما جاش، وانا مش قادر اشيل ذنبي ده كله لوحدي، انا لازم اعترف. طب هو متى ما جاش ليه؟ مش عارف، انا قاعد مستنيه من صباحيه ربنا، ولا عارف اروح الشغل ولا عارف اروح البيت، انا لازم اعترف. ليه يا ابني تعترف بايه؟ انا خطيت. يعني في ايه؟ انا خطيت خطيه كبيره قوي يا ابونا. ايوه انا خطيت، يعني عملت ايه؟ امبارح في الشغل واحده زميلتي ابتسمت لي ابتسامه حلوه قوي، وانا بقى حسيت بحاجات حلوه قوي. وبعدين حصل؟ وبعدين روحت البيت لقيت نفسي بفكر فيها. ما هو طبيعي يا ابني، طبيعي، مادام انت يعني حسيت بيها لازم يعني تفكر فيها. ايه وبعدين حصل ايه؟ بس ايه؟ بس خلاص. يعني بعد كده مثلا ما حصلش مكالمات، اتصالات، تلامسات، يعني شيء من هذا القبيل يعني؟ لا 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 خالص يا ابونا، ما حصلش اي حاجه غير اللي انا قلت لك عليه ده بس. طب قوم روح يا ابني، قوم. اقوم اروح فين؟ انت كويس يا ابني، انت كويس. قوم روح لامك. امشي، اتكل على الله، امشي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انت بتعمل ايه؟ انت بتضحكي. ماشي ماشي ماشي.